قامت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة بتشجير شارع الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي لميناء خليفة وغرس 240 شجرة، حيث تم الانتهاء من تشجير المواقع المقررة ضمن المرحلة الأولى للحملة الوطنية لتشجير دمتي خضراء في محافظة المحرق بعد الانتهاء من تنفيذ 6 مشاريع رئيسية. ويأتي هذا الدعم الكريم من بنك ستاندرد تشارترد البحرين ليعزز من الجهود الوطنية الهادفة لتوسعة الرقعة الخضراء والنهوض بالقطاع البيئي والزراعي، ترجمة للرؤى السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للعمل على تخفيف أثار المتغيرات البيئية والمناخية وتعزيز الأمن الغذائي وتكاتف الجميع لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. اليوم المحطة 30 في ضمن الحملة الوطنية للتشجير دمتي خضراء. ربي بارك، الحمد لله رب العالمين ان احنا نكون موجودين في محافظة المحرق على شارع حيوي من ميناء خليفة. وهذا الشارع هو يعتبر من المناطق الجديدة ودفان حديث، فيحتاج انه يكون فيه جهد أو يبذل جهد في زيادة التخضير فيه. فعملية التخضير اليوم بتكون على امتداد 1000 متر طولي، وبتكون بنوعين من الأشجار المعمرة والخضراء دوام على طوال العام. طبعا هذه الحملة جدا مهمة، خاصة ان احنا يعني دورنا مو بس دورنا المجتمعي، بس دورنا بشكل خاص وكأفراد ان احنا نساهم في تشجير البحرين اللي في النهاية يدعم الأجيال ويأكد على الاستمرارية ويأكد على الاستدامة. احنا اليوم طبعا في المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتشجير اللي هي دمتي خضراء، هاي سادس مشروع عندنا في المحرق في محافظة المحرق، هو آخر شارع في المرحلة الأولى، وإن شاء الله بنواصل في المراحل الثانية إن شاء الله بداية من بداية سبتمبر. طبعا هاي المبادرة جدا راغية، يعني تسعى إلى أن هي زيادة عدد التشجير لتتواءم مع الهدف الاستراتيجي والخطة الوطنية لزيادة التشجير.